يونس كاين اللي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام قايل غدي حكى أسامة بن زيد إنك أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطوم من آطام المدينة. الأطوم يعني ما تسلي الضخامة كي علي حصن يولي كان النبي صلى الله عليه وسلم عيونك هي البنيان علي بعض الطلاي إنك إن يا غد أترون ما أرى بعد الظرمين زرها كثرة نيس إني أرى نيس تنظروا فتن زروا كلا الفتن والتجان تخام ذكش من تغرغورس كوقع القطري أكان تشبه نيس تنظروا كلا الفتن دفغن تسجل كنية والتجان تخام ذكش من تغرغورس ومن بعد يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتنين إن دم أم الهوى زي ما كثل هو ما شحال نتيقي في دي غلينا سيدي مليار يعني بلا حدود يعني وتجان تبكان وتجان تخا صراحة من أشنع وأفضع الفتن يا إثما إنت عاشن كني ذاك الزمان ينين غندد عندن تعيش كثل ثورة في الليل وفي الفتنة نبغي غسمر البال تسنمتيكل دسمي كثير مرد نسمي كثير مرد قصيين الجمعة الفتنة فشل ظهر راسي ثمان خطيرة جدا والله الفري مون دونجوروز في العبد وفوق شيش في ورقاز في مدان في لاسوسيتي مرة تاع المنداشوت لا فامي الأسرة أخامي ونيكي فمطوفي والدليا الكاز دار اللي يقسعان يعني نخام السيء لو كانت تطير لما يثمان الأسرة المسلمة كهدرة في مسلمان لن دي يطرين تورا قليل ولاش دي مفهوم الأسرة كسنت تولا الغرنس المفهوم الأسرة هي من قليل العالم يعني وإذا كل من لا يودي برس كذين يروح ومبعثوا رانا ثاني تقدر دار غرنا يبدا ميكتشم دار غرنا وانشتي ومرة تطير من قلاصو سيتي له يبهذ الصح زر مشحال الخلاثي النفرة دي نزمية تتماجينيت زر شحال اللي جاني قلنا عذاما هذي جوجة سقس عامين ديالو هذي نفرو زر ما كي تعلم من الصح الخلع ثورا الخلعي يعني ثمطوط تصفع كان شوية ما تطلع على جوج تيساس ثاني كيما ديك صغار الجزائر باش يقولنا يا ثما هو نشتي ان اللوم يعني ثمطوط فنشتا لخاطر الصيم الأسرة لا فامي تكمصي يعني تخسر كان مفهوم ينس نغنلوم ارقاز نغنلوم ارقاز لخاطر داين تشغلي في الدنيا في مسكين يتناغل واحد الدنيا في دورهم كان إلا مرقزي تنغر واحد وغروم إلا مرقزي ويت الزهو دوير اللوم اللوم دا نخمطو ثنين قلا له السينارة تهضر واحد ورقزي إلا ما طلب الحقوق ينس الحقي والحقي وويد النفقة قطو يد خمي يد كامي تسنة تهضر أتنلوم تمطو ثاية نغنلوم مثل القوانين البشرية القوانين هي اللي تنظم الاسره على خاطر شويه سعانت مساهمه تنقران تقل مصاك اللي قطروني لا فامي ميزين مالنا انا نلوم القوانين هي ثما انا نلوم الزمان ان نلوم الدني ذات ولا اول شيء كان ادني لي الدني تنبدع انا ولد كيف مو بالدني ها هو الزمان داري ها زريم الزمان هي اينوسو كي دينا والكازا كاين يعني امون ساجيس على الحكمه منك نعيب الزمان والعيب فينا يعني انت عيب الزمانيين وذنك نيد العيب الزمانيين سبحان الله يكمل لم يدين إليك ولو نطق الزمان لنا لهجانا يعني والله لو كان يهضر الزمان هذا يلقي انك غير سوسمث كانت في مقموش نون يكون ويقبهد الميم النون يعني اللي ومثلا في الليل غير الكلية يثمع الكل النور سور قز مطوف دوين يتابعنا نشتيا السبا ما هو شيء يثمع هو شيء غطرة مكا ظريم السبا من سنة السبا صراحة تيذا كي تسمينا سنت أسباب جامعة يعني يوم بعد السبا يتنين السيد فضول الخنطيك السبا ثم زوات نبعد فول الربيع نبعد فول رب العالمين حقيقة نثن قرامي ثم طبي قرام أسنسلو ثم طبي قرام دا شنو هو ربي دا شي اللي نزل استعلم ما يثم القران يغدي فيك رب العالمين يكفي ما تعلمت وين نضرب في الدين الزلال
ربي العليم الخبير الحكيم اللطيف يجزم مني كل جزرا الصلحة. يا سبحان الله إفكا يغضر ربي كلان القواعد كلان المبادئ دي فالور كلان الهدايات هانت عنديك القرآن عجب. الأذن بعد الأذن إن شاء الله هذا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يثمع تيد الصراحة ستين فيريتي أن ثورا كنسي مسلم لله ما رحم ربك نبعث فولا رب العالمين وبعد تلمو نبعث فلاسوف نطبق رامي تروي لي قطران الزقنا وربي سبحانه قال المواضيع فاش يغضي هضر الكتاب يقل القران يزر مكه يهضر غد في الاسره هكا شويه نكون نفكر مثال انظر يعني مش يدي هضر القران في الاسره من كي لقت سيليا سبتي سنات من بعد دعم السنه النبي عليه الصلاه والسلام ما غاديني السنه النبي صلى الله عليه وسلم افريد النبي صراحه ومرة نطلع يثمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ربي منا يرجع لمسد ليكزومبل ليكزومبل نانك نيجي غير مسلمان النبي صلى الله عليه وسلم انا في مثلا واخا ما ندا يتعايش النبي يتعايش قلا الشومبر يا اخي تعلم منه سورة الحجرات شي اسم ربي الحجرات النبي صلى الله عليه وسلم مثال اخا مني ما ندا يتعايش الوحيدة تمطو تسعة عائشة تسعة ديسات متر كاري 17 متر كاري ساعة قريب 5 متر في وطر 4 متر سيتو كري سنتيمتر اللي تعيش النبي صلى الله عليه وسلم أروان الصحابة قلل لحن بغى ناس بنو نبغى كذي قومة قومة قال اسم كذا مسفرين قلين تعيش قصة ذي نيك تعيش قلا الشمبر نيك نيك تعيش ذي نيك السجود ذي نيك قد ذي نيك خدم كل شيء عائشة تنطوفيس سد دراعك يميك قبل لنا الناس دفل عقل خمنا سد الفيناء سد دراع يقبل باس كاين في جيونيس ماذا داسني استقبليه ديالنا كفرع ام سلمة فهمتو في استثناء قال الحسن بن علي رضي الله عنه كش ما خامينس خما كتوشي البلافو لا خامني في الشومبر ولكن يعاش الواحد الخلاثين قصه يعاش الواحد الدريس بالخير قل الحب دل المفاهمة دل الاحترام دل القدر أنس لرام العجبي مرامي قل لنا غسان ندقلان تعيش قليزة في دو جليزة في طروان جليزة في سانك جليزة شاطو نسعى ميل كلمة البلكة نقرز قنات ولا ديسعى على شومبر سكوزين الدوش طوالات معنا خمنا صدقال إلا المشكلة إلا المشكلة يا إثماء إذا مي وشو أدف كريون السؤال ونغنو في اللس إن شاء الله لا ظلمة وبعد المقدمين نظر الإسلام على فامي سمعنا مخدي طلع الدين النغل أسرة هل الأسرة ثبنا فين من قر العدالة نغثبنا على الفضل والإحسان والله ينفع منش تسيم سلمن والله هم من عيل كلام نزمل عن بروتيجيني ما لنا نزمل دنا ركبيري عن صلحين يخسروا نزمل الحذر الأسرة نغو وثب الطرع وستدي في زرع عدف كمثال إلا يون مفهوم إلا قثن بالدل هذا شو المفهومية الحقوق والواجبات الزوجية خين سنتيك لا يثمن نهضر في اللاسيكل فعلم بالليل تلمو نهضر بزاف في الموضوع غير يقلد ويدخ من المشكل للأسرة لخطر المقصود الأعظم للإسلام وغضي لنا بجوج من كتسعوم الحقوق والواجبات قالوا والخاطئ تلمو نهضر بزاف في الحقوق والواجبات قلمك نقشيش النيام نقشيش تني قبل تزواج نصر جهد بلي ويد الحقيمة أثيام كام يخمى رقازي ميل زمام يخمى كام ميل زمام كام ميل زمام كام أرقاز نذا نصر جهد أثاني الواجبي كيل زمام تخمتا كام ميل زمام تنطوث نتخمى كام دونك أسمى لجوجا أسمى لذي لي تقصير قل حق النير الغلطة نزوال باش لذي لي نقرس أتي لي العدالة لجوستيس ديريكت أبقي من ذاك أذب حسبا ما أكديني غلا جوستيس ما نشو بني جطرنا لجوستيس قرس أمي كيو تخذين طالع الحقيو أرواح كما حسبه نفهم يا إثماء قصر دق الحقي ودونك إيه واش تبذل مشاكل إيه واش يا إثماء لخاطر نقل نظر الزواج نطليت بنظرة مادية وثنطلع وثنطلي على نظرة مقاصدية أمك يعني النظرة المادية أدفك مثال مثلا فمطوط قبل تجوج تسليح نتيك المجتمع النوغي يكون بني خلال الشيوخ ذا قمال الذكر يهضر في النفقة أو النفقة واجب فوق الجزائر في فمطوط نعلم يكل سواء اجتمعني وشو جميع سلام ماشي جميع سلام قليل ينتبه هنا كي مرة تذكر حق النفقة في فمطوط وتذكر هذا شو ذا الواجب هذا خدمة كذا نفقة في الناس يا خي إثماء
انت ما كلا تجوج تزرد انه بلا مزياس ارجازني غادي ينفق في الحق دونك ما الا ارجازني ولي خدي مالي خرا وسان غي قصرك ولي سعري دريمان ولي زميله مسكينه غادي ينفق كان استخمر لي بروبلام استقر بلي ويد الحقين باسكو طلع غزواج نظره ماديه بحته تجوج كتسعوا الحقوق والنفقه قال الاسلام بطليه يثمع معليش كان دايا ودي كمل ان شاء الله دايا دفع شويه نسلمت شويه الخلاف أم كنا ربي نفق في نطوثي بطل تسمى ما يتسيني في نطوثي يا أخي النفقة ذا الواجب في الرقاز أسيني ومعنا ما هي أدي وجب ربي أميك تسمى ما كنت ولا أدفك مثال أن قيم كان أما كنا ربي من نيدين كين وروح أويدي اللي سنفلان عيشي تتصرفت في اللاس أكا كان تقبل العقل أما كني الله ظلمي ورقاز ذا ثنطوث مثل ما ثنطوث ما استقاطن كي ورقاز نفق نفق أكا كان عند فكر مثال ما خدمت تنطوثي خدمه وينك مي تخلصنا كني لا فندي موا يخلصيك مبطل في لاين كونتر بارتي في كي تصيهد نايف ما تخلص هذا بطل ما نروح نخدم يمكن وين غير خلصنا كن فاش غير خلص باسكو لا الخدمه نخدميتي يا اخي ثمانة نخدم د الحاجه من بعد يخلصها ممكن النفقه قال الاسلام مقرونه بالطاعه نقول عليه ما نسواش تاع يلزم يفطوعات كم كذا نفقا في الله تسمى هذا نفقا في الله ذا الوجب في الله نفقا في الله مي ذا الحقين ذا في الله ما تخدمت في الليل ذا الحقين في الله ما تمكنني من نفسها تسكن سيسي أخامي الدريا النظافة النير أسيدي هكا انت تخدمي يا خامي كي نفقا في الله سيما قدنا النفقة قال الإسلام يعني شوف جمهور الفقهاء قال الإسلام من المالكية والشافعية والحنابلة يعني قليل يدخل في الزقز قرن انه النفقة ليس لأجل العقد وإنما لأجل التمكين هو إذا الدين من شيخ ماضي من العقد كانوا بلي جات نفقا في اللام لا خط العقد في اللام نو أي وقال نفقا في اللام الدين غربي سبحانه أسمى لا تخدمت في الليذان كمية لما تمكنك من نفسها أعطيك ما خالي كان سيد سويد فزري ما يثنى ما نفهم المفاهيم الخاطئة في مسلم تسعي ما نرزمه قال السباتي تيجان تتنبلاي بزاف تبغى ان الكازي تتعامل مي مسلم وانت تتعيش ترومير والله تبغى تعامل غا مي مسلم هذا نفقوغ با دو بروبلام مي تبغى انت تتعيش ترومير اما يك مياتي مسلمت فروميث ما تروح ذو الكازي صار يسطور تخليص فروميث الكازي تخليص اما انت تخليص تريسيتي فروميث تبنو مخام الوحيد الكازي سنو خطير إن كنا نفكا يغضى ربي ما نخدم في اللام يشرفيك ما ربي غنقوط عيوطة راه معنى أنه تتكزاجيرا راه أتسيلي تكمي وزيد يا إثما بالإجماع عن العلماء إلا قليل خلف من لغة لانت حالات الحقين النفقة ما سيروح إثما الطوف من بين الحالات المرأة الناشز تسلمي شو المعنى اسم المرأة الناشزة تين اللي تكبر تين انتغر الرأيو الجازي زوي فطعارة مو فطعارة ولاش النفقة قديم الفضطر انت غلقاع سبحان الله العظيم ظلم ذا شيء ما يمكن انظر الزواج نظرة مادية انظر ليه حقوقه وواجبات ما انظر الزواج حقوقه وواجبات المعنية سنكني ثورا نجوجا كان خملا جوستيس قخامنا واني غلطا كان ذي حاسب وايد بينما قدين النار يظهر الزواج فضل وإحسان ومودة طبعا شو المعنية يظهر الفضل اكو عدا نفك ثورا مثال عدا ناس الواقع عدا نفك آية ان شاء الله هتنفهم عشان تبغى الواقع عنا زي ما يث ماما ربي سبحانه مدي هضر إنك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان الله عينني ندي ربي إنك الزواجي آية من آيات الله العبادة الخمم يعني مرة تلتغى الزواج نورمالمون تتخمم في الآيين الزواج أتني سبحان الله أمشي ربي سبحانه يجمع قال الجاز الواحد مطوذ قال مودة وكذا ولود الدنيا خدمنا خام والبشرية تستمر تعلمت وين يديخ مناش تي عليم حكيم داش أنا نخمم شوف الآيين نخمز بس ثلاث أربع واقفات وكيدينا ربي خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق لكم من أنفسكم مرن تلقيت مغ الزواج انه فضل واحسان قسمتين الحقوق والواجبات الزواج ماشي ديري من كان وكانت نفهمك كزران دلن الحقد
شوفوا كيف يردينا ربي، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يخلق غد الزوج النور قث نفسي النور، تسعى بعد، تسعى مقصد، شو البعد ينصل هذا أن الإنسان ماذا يعلم يوغي يزوج ديون العرض أم أنت ميقموك يعني من بني جنسه أنشتيه أبي والنس غرغوص عدف كمثال كم كيف نفهم يزم هذا يزوج الجزء الوحيد الحيوان يزم هذا الجزء عقلي وإن كانت هذا الأوروبية خدمت أعوذ بالله بس هذا الجزء عقلي ويزم هذا تخدم تيه وشو خطر لا يتحقق الشطنين الونس يزم هذا تونس غنكي حاشات ونغوق جون مجوج غادي داس تونس ترى غير غرس او ملي تونس بنادم غيوني قلال قل جنسي ناس من جنس البشر من انفسكم ازواجا ازواج استقبالي تنقر ثيوكا ثيوكا تقرب ثيوكا انا عاد فكا مثالي واش دير لنا ربي شوف ما فكا تجوج مليجان الا كيجوج مدايم ان شاء الله غير سبحان ربي اللي كنكون وياه ونكون جويجالا ما ذكرت تجوجت وزكجالا في الحقوق والواجبات في خاطر ولد الحقريون معنى جميل الذي تصفيض الزواج اولا تونس ثمطوث ني ثمطوث تونس غوري الزوج لا خاطر غير غدا الخمار تاي وكاينو تجمع الزوج تايوكا مثلا يوم ماذا ذي الدو نقاد تايوكا الصباط يا خي ايماجينا تكستيون الصباط وتلستيون لم كيرا في الدو تتدو تالاز وتدو تالابيانا أتضوط تصعود ورد يا خاك أنا مبعوينا توجو توجو إلا الإخصاص المعنى يسألو جوجو غي وشو أمكا تزدير ثيو قينو أمكا تدو قدو نتسلي كيليبر من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها بالله عليكم مرمى البن لتسكنوا إليها ماشي تسكنوا معها يا خي إلا الفرقنا خاطئ ها السيد الزدغ الوحيد الخلف من الزدغ الخلف والله شوف نسكن مع النساء ولا نسكن الى النساء الايه هي ما شي تقرا قد اتزوج ما كني غير واش ودارن اترفعهم بالباطن السكينه اللي تسكن اليها الفرق ما بين السكون مع السكون الى فرق بين المعيار البشري وبين المعيار الحجري المادي استقبالي في النوع إلا يكون المعيار بشري سيما جوجة غم كذا الفرحة أضخم أخا هذا الدور إن شاء الله غرزة معيار بشري ديني إلا يكون معيار مادي حجري ضفلاتي قوة زوجة هم كي طمع قدرين من تمطوط النية زوجة كان كي جوست الزواج اللي كان وخذي مغالا تسمني اللي أضخم غخة ما ذي دوم وكذا زوجة على خطر ثمطوطني مالك بغي غد تخدم أي تكي منيس يعني ما ثمطوطني ذا تجوج دور قاز النية في ذري منيس وكذا وي ظريم الزواج اللي ما مزواد شي دي تحقيق يتحقيق غد السكن إلى المرأة إلى الزوجة ما زوجة الدين هذا ارتاح غرغورس ما إلى زوجة الدنيه يتحقق السكن مع المرأة دل ما سيئيث ما يخمن النظ جوب المرأة العمر مثل النظ فدفك السؤال يستعرار ثمك هذه سعو المعنين هل نسكن مع أزواجنا نغ نسكن إلى أزواجنا نايف ظريما دات سمتشاثورة السيئين جوجة الصح غالب الزقنا الزوجة ولكن ده شيء نحقق نزدغ الوحيد الخلاف لنا سيتو اما السكن اللي المواد اللي الرحمن اللي القدر اللي والله الا ما رحم ربك يثمر نسعى رخصة لجمع تبرعات على مستوى جميع المساجد الولاية لفائدة الجمعية الدينية لمسجد غيل الجبيل بلدية الصندوق النظرة المادية الزواج ليث ما تيخذ من المساكر قال أسرة للأسف الشديد قال خيتا من دار سيء بغي غد في كعيون مثال واقعي أتعلم ذا شي قد جان 12 مليون تزايري في الجويجارة وذا شي قد جان 60 ألف نين براني تيلين سجاس كثبوت في النوم شكاني ذا شي قد جان 15 ألف حالة خلع يقتلين براس سجاس كثبوت في النوم النظرة المادية على الموضوع عين الزواج والله ضي نقوها مليح ليثما صراحة غير غد فكر مثالي الوالدين دالخلاف
الخالد سلمتيد ثيني ما سنتا كاين في كشيشين النود ديني سي قال لي وركاز كيبغي غير زوجه دا شو غيخم طخامي مانيو يا خير غيخم طخامي مانيو هذا بينا ما زمرت والله ما دابيك خير وحك نصحو ولكن لا ضري تقرم تاكا الروح عاد ننزل شويه غير الواقع سلميد الوالدين سلميد ما معليش زرم داش يخدم انت لي جناين لنا سي بون سان الخلات سلو الميث انت غلوروبا انت الجن واحد لي زوروبيا كنتي تقيم انت بلا رقاس صراحه خميده خامي مانيو اوكي اقشيش قد تفرق لونيفرسيتي عاوني شويه سي زانفورماسيون كدفك عربي وقيت فك القرايه يسجل قلق زير اون جينيرال سوا ديزون مدنيني لا 24 25 يا خير كيف ما اها اس نخدم لهم وين 25 سنه دي فك القرايه يس 25 سنه هي هذه بغوا غادي يخدم وهذه بغوا غادي يجوج اس قرات خميده خامي ماني وداك ورا نتي تخدمها شحال يسوى كان ديال الجزائر يعني مي دابا بعد صوا 100 متر اشحال اللي جاي لي عاون 100 اس نخدم لهم وين 40 مليون في بريم ها نخدم اربعه بغا نصور 100 متر وشحال يتسقى اللي مي دا الوالدين ديال الخالات يسقى 400 مليون يا خير كيف فوق ديك القرايه 25 سنه 25 سنه خدمه والمليح الزقنا غادي بالك يتسقى 40 مليون خمسه سبحان الله اشحال يلزم من الوقت كان تصغى كان ندخمها خامي ماني رقم زيد الحساب اشحال ما كتجمع 400 مليون تخلصها واو هذا 10 سنين صح كاع 10 سنين ما كتخلصها مي يا خير معنى كاع 10 سنين منين يلزم الجني ما تنعلق في الشجره وليث تولي قالوا دي سر القشور يتصرف ودي خدم ريان دي تو ما بغى الخدمه ما زدنش هي على قروي اثي تدم كان كافي تو اثي تقرا الخدمه هذه فاك الخدمه ما فيش تقرا الشجره اللي تتعلق ام كدي جمع 400 مليون كاع 10 سنين تسمى غادي لي قال عمري دونك 35 سنه زعما راه كان لي حوايج هذه بنو اما الصي ولا لا يحضر اما الصي وزقونا باسكو الخدمه كان بريمير ليطاج هاد الزرو شحال يلزم انا الوطا كان لي هو في الخدمه شحال احكي دي لا فورشات 200 300 مليون ادكفونا ها 400 مليون مشى الوطا وضخمه يوم ليطاج شحال يلزم انا ندير الوقت مشى الوطا وضخمه ليطاج شحال يلزم نو نكي باسكو هاد الجماعه غدا لزمي لان 10 سنين نطني 10 سنين نطنين الفيت على القمدان الشجره داكور لكن الخلافه على القمتا الشجره كي مو نسيت شنو نجمع كان يمكن نخمم خامي مالي دونك هذا نجمع غنتي شحال انا قال عمري ودقلا 45 سنه وتعلم منو لعب دي تصرف ونزميرات نقند الشجره دونك سنين ما يلي تصرف نزقين زقن شاري في شي جموعه يا زقن مستحيل تخدم ولي زميره لا ادنيني مثال دونك المعنيين صلى جني وثلاث فواد دونك حوايج 20 سنه صافي يديروا حوايج 40 سنه يمكن تخمم يوم لي طاج ما فاضي 25 سنه ديال القرايه اسر نو 40 سنه دونك اسما تخمم لي طاجي ما 65 سنه ديال العمر يوم ايميرنا لا بدا صافي كمجوج دونك حوايج غا واش بجغال هذا الحق الاخر ها هذا يا باش يسن تقار من مساكي روح عند فكر طرح يدري من 3 شهور في وين 40 مليون روح خمي يدخ روح خمي يدخ نغاتي تشيا مرور لي ديموزور لي صحاب لي بونك تايد بغي بالك لي جاب بالك بالك والزويج طال ما كتقلب لي سكلاف غتخم في صحاب لي بونك بوندون 30 ولا 40 هاك دفك لابارتمون كي تزنزن سو مليار تقاد نور ربي ابان سولون بالك جلي سبانو تصات راس لا سوميه واك ديري ساعه توت كوموديتي دو في ما زرا الكومونت انا يهبلو تفاد قبل كما تقابل لبوبال واش ولا فيلي قلا تغير في زيت غانا غير كفارن غانا غير غرضين خل واش ولا واش زعما لا فيلي تخدم طم كاين زنز طم مليار هكا دي زنز طم مليار راه كيك دخل كريدي 30 سنه ما قلنا عزيز 30 سنه كنت تخدم في الناس على جال كنت تصور في الطفل دابا يطي الجوجو تربي لا شي دلنا اسكنوهن من حيث سكنتم دو الله ربي ذول ربي اصدق ما خان داك ورميان كي اصدق ما ربي اسكنوهن عندما تزغر تزغر ربي اني كان دا تزغرت زغر قيتو ما تقيت قيتو زغر خان دا وسعا ما دا خدي في ربي تقيم دري سعي غيو ثلاث شهور بلا تعاش تقيو ثلاث شهور ما تقو ما تقيم ما تقيم تغري مولاني ولاش في الناس بلا كتقلم دري زيز كلا فاليجا
هكا كون يوفق ربي وطال الله ما غايث ما الزواج لي دريما وين كيقيم في دريما ليه تجي تذي قيم دكوتي تصويتك تبقى ما يدريما النبي قال وذفك السيئ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد. والله غير تلا الفساد ثورة ذا الفتنة الأرض لخطر تختاره وإني سعاني ذا لمن تختار ذا الدين ذا الأخلاق إلا واش تنا خطئ قال الفتنة الوحيدة الفساد دي قلن بالأرض فانو ليش إذا شحال أنت مغريوي ويني قلن قصيفة يا شحال يتوعد مغض مغريوي هات تخمم ثورة وقيل سنة اثنى ثلاثة أكيد بديت تخمم ثورة نو بل كونت الزي لسنين عدان الله يبارك وحب سنة الصيف صح بس كثيرة نبدل النظرية نقنزر الزواج حقوق وواجبات إذا لا يثمع الزواج ضدين الإسلام فضل وإحسان الآية يعني ما زالت تكمل بس ما زالت تكمل ولكن نكتفي بهذا القدر ما زالت نكمل إن شاء الله يثمع أنا هضر في الآية أني عند الدين رب العالمين وإن طلقتموهن غير هضر في المطوف ماذا نبلو لشيء ديننا لك وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن شاء الله حسن إن شاء الله في قادم الجمعات إلى ذلك الحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله